واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 527 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 14 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 389 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11166 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1834 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 67 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت قرابة 562.5 طن. كما تم ضبط 16 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 82 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2510 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 141 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 119 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 128 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 3 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 44 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 304,977 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 63,684 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4402 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 211 سائقا منهم. كما تم المرور على 145 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 456 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 449 مركبة تبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 530 سيارة و47 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 12,692 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2044 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2551 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4,202 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 5,382 مخالفة ملصقات وضبط 130 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 367 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,789 قضية ومخالفة لشروط التعاقد
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,022,345 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 277 قضية، من بينها 151 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و126 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 101,737,727 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,633 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,300,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,895,414 جنيها.